كار از ا براند احنا عندنا كل انواع سيارات موبار، سواء كانت دوج او سواء كانت كريسلر، رام، جيب، فايبر، كلهم مع بعض في جروب واحد. فالناس زي ما قلت لك اول احنا موبار، فاي حاجه تندرج تحت موبار احنا موجودين. اول حاجه هي السيارات نفسها. السيارات نفسها الناس بتحب السيارات عشان خاطر قد ايه السياره قويه، دي اول حاجه، او سياره بتادي او بتلبي احتياجات الناس. تاني حاجه القطع وخدمه ما بعد البيع من موبار، وبعض الاكسسوارز اللي موبار بتعملها بتقدمها بشكل كويس جدا برضو لينا. فمن هنا الناس بتبتدي تبقى عندها الولاء للموضوع ده. بالنسبه للناس اللي عندها سيارات موبار البراندز اللي احنا قلنا عليها، لا دايما الموضوع ان في صدق وفي ناس بتتكلم صح عن البراند يعني، عشان هي حابه الموضوع جدا. برضو شكرا بالنسبه للجيف اواي والجوديز اللي انتوا اديتوها للممبرز، ودي حاجه مهمه جدا وحاجه بتوطد العلاقه كويس جدا بين الناس وبين البراند. ونتمنى ان يكون في المستقبل تجمعات زي ديت، وده دعم رئيسي جدا بالنسبه للاعضاء وبيقرب المسافات جدا بالنسبه للبراند وبالنسبه للممبرز يعني في الكلوب.